مدبولي يترأس خلية أزمة الحجاج ويكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية. مع تواصل العدوان على غزة، كوبا تعلن انضمامها لدعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ضد إسرائيل. ومجلس السلم والأمن الأفريقي يؤكد تمسكه بخارطة حل النزاع في السودان. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. رأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع خلية العمل التي تم تشكيلها لمتابعة وإدارة أزمة وفاة عدد من الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي مستهل الاجتماع أعرب مدبولي عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من الحجاج المتوفين، مؤكدا الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المحزن. وخلال الاجتماع تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة الذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية. وأثبت التقرير أنه تم رصد 16 شركة سياحية بصورة مبدئية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية ولم تقدم أي خدمات للحجاج. ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب تراخيص هذه الشركات وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أعلنت كوبا انضمامها إلى جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية. وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن بلاده قد قررت المشاركة بصفة دولة ثالثة في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتزايد قائمة الدول التي تعلن انضمامها إلى جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية لتتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة. فتح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل أحدث تحولاً في الرأي العام العالمي، وحرك كوبا لتعلن انضمامها في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدولية ضد إسرائيل. فوفقاً للخارجية الكوبية فإن هافانا ستستخدم حقها في أن تقدم بصفتها طرفاً ثالثاً وفقاً للقانون الدولي تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني. حق أصيل يكفله القانون الدولي لدولة ليست طرفاً في النزاع ويمكنها من أن تقدم حججها القانونية لدعم تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية. مبادرة هافانا تأتي توافقاً مع التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حد للإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
إذن هي محطة جديدة في مسار ليس بجديد تحت أروقة محكمة العدل الدولية التي كانت قد أمرت إسرائيل في وقت سابق بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح الفلسطينية وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع وكذلك ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية دون عوائق إلى أن إسرائيل ضربت بهذه القرارات عرض الحائط واعتبرتها غير ملزمة ربما هي كذلك كما تدعي دولة الاحتلال لكنها ستظل وصمة في جبينها أمام العالم وإن أنكرت أو تجبرت. إذن مع تواصل ارتكابها لجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة تبقى إسرائيل في قفص الاتهام أمام قضاة محكمة العدل الدولية وتختص المحكمة بمحاكمة الدول والحكومات عبر هيئة قضائية مكونة من 15 قاضياً We'll be right back.
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإعلان أرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مؤكدا أنه قرار شجاع يعكس وقوف هذه الدولة الصديقة في الجانب الصحيح من التاريخ. وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة إن توسع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس اقتناعا متزايدا لدى المجتمع الدولي باستحالة استمرار الاحتلال. ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية المناشدة لكافة الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد اتخاذ القرار السليم أخلاقيا والصحيح قانونيا وسياسيا بالاعتراف بدولة فلسطين في أقرب الآجال. رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتساهم في الجهود والمواقف الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة. وجددت المنظمة دعوتها لكل دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقا لرؤية حل الدولتين. حذرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية من نفاذ خيارات الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع حرب غزة ووقف نزيف الدماء المستمر منذ أكتوبر الماضي. وأوضحت الصحيفة أنه عندما اندلعت الحرب في غزة كانت الإدارة الأمريكية تأمل في إبقاء الصراع قصيرا ووقف انتشار الحرب إلى لبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط. شعور بالإحباط، بهذه الكلمات الواهنة خرج منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي ليعبر بها عن أسفه لتصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي اتهم الإدارة الأمريكية بالتباطؤ وبحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل. لكن تلك لم تكن البداية، فقد كانت البداية الحقيقية من وصول الإحباط لدى الكثيرين من مسؤولي الخارجية الأمريكية إلى درجة الاستقالة اعتراضا على سياسات بايدن الداعمة للعدوان الإسرائيلي بشكل غير مشروط، مما أدى لمجازر وتصفيات عرقية ونزيف من الدماء لم يتوقف حتى الآن. ووصلت الاستقالات إلى مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية وهو أندرو ميلر
الشخصية المحبوبة في أروقة البيت الأبيض والخارجية الذين دأبوا بدورهم على دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المدللة. ويختلف رحيل ميلر عن رحيل الآخرين في وزارة الخارجية الأمريكية الذين كانوا أقل رتبة وتأثيرا في وضع السياسة تجاه غزة. فعلى الرغم من الاحترام الذي يلقاه ميلر في إسرائيل، إلا أن الوحشية الإسرائيلية أثارت حفيظة الجميع حتى حلفائها في المكتب البيضوي، لينتهي الأمر بشهادة شاهد من أهل الولايات المتحدة، حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بايدن قدم دعمه الكامل للإسرائيليين ودفع بالأسلحة شديدة الحساسية ومفرطة التدمير إلى الصراع، ووفر الغطاء الدبلوماسي والسياسي في المؤسسات الدولية لدولة الاحتلال. ومع كل ذلك تجاهل نتنياهو مرارا وتكرارا مطالب الولايات المتحدة باتباع نهج أكثر انتقائية في غزة والامتناع عن مفاقمة التوترات مع الفلسطينيين بحسب تعبيرات الصحيفة. وعلى الرغم من أن السياسة المتبعة في غزة أثارت انقساما عميقا في الحكومة الأمريكية، إلا أنها لم تدفع إلا بحفنة من الاستقالات في الأوساط الأمريكية، إضافة إلى تحرك سريع لوزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت بالسفر إلى واشنطن في محاولات لرأب الصدع بين الإدارة الأمريكية ورئيس حكومة الاحتلال الذي أثار بخطابه شؤون الدولة الأمريكية الحليفة. كل ذلك وما زال بايدن المتمسك بموقعه داخل المكتب البيضوي يدعم إسرائيل ذات الهيمنة على مقدرات الانتخابات الرئاسية وغيرها، وما زال نزيف الدم الفلسطيني مستمرا رغم تلطخ سمعة جميع الداعمين أمام شعوبهم. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 37,551 شهيدة، فضلا عن 85,911 مصابة، ذلك منذ 7 أكتوبر 2023. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية إلى ارتكاب جيش الاحتلال 3 مجازر بحق المدنيين في القطاع، أسفرت عن وصول أكثر من 100 شهيد و169 جريحا إلى المستشفيات. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي مقتل وإصابة العشرات جراء سقوط مقذوفات ألحقت أضرارا بمكتب اللجنة في غزة. ويأتي الحادث في ظل احتشاد مئات النازحين الفلسطينيين في محيط مكتب الصليب الأحمر الدولي. انتهاكات جديدة استهدفت المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في قطاع غزة، هذه المرة طالت الصليب الأحمر الدولي، إذ أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سقوط مقذوفات من العيار الثقيل ألحقت أضراراً بمكتبها في غزة الذي يوجد في محيطه مئات المدنيين النازحين، مخلفاً عشرات القتلى والجرحى. بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أسفرت هذه الواقعة عن تدفق أعداد كبيرة من الضحايا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني الواقع في المنطقة، فضلاً عن وجود تقارير عن سقوط ضحايا إضافيين. واعتبرت اللجنة الدولية أن إطلاق النار بشكل خطير بالقرب من منشآت إنسانية معلومة مواقعها وتحمل شارة الصليب الأحمر بوضوح يعرض حياة المدنيين وموظفي الصليب الأحمر للخطر. فوضى تامة، هكذا وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في غزة، فقد أكد أن هناك انعداما تاما للأمن في القطاع، واعتبر إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في قطاع غزة مسؤولة عن استعادة النظام العام والسلامة في الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية. ورغم النداءات الدولية المتتالية لإسرائيل لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين، فإن الاحتلال لا يزال يقصف
يقصف ويقتل كل شيء حي وغير حي، فقنابله العشوائية التي لم تسلم منها حتى المكاتب الأممية الإنسانية. فبعد الأونروا حان دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولا يزال الصمت قائماً. أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 9500 أسير من القدس والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي. وأشار إلى أن إسرائيل تمارس جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة ولا تقدم أي توضيحات بشأنهم. وقال رئيس الهيئة إن إسرائيل لا تسمح لأي جهة بأن تطلع على تفاصيل أسرى غزة وتواريخ اعتقالهم وكذلك وضعهم الصحي، مشددا على أن إسرائيل لن تعيد النظر في سياستها الوحشية إلا إذا تشكلت حالة من الضغط الدولي الواسع عليها لتكف عن هذه الجرائم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الحي الجنوبي لمدينة تول كرم وضواحيها. كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكا شمال المدينة. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أيضا مخيمي العين وبلاطة وأحياء عدة في المدينة. على صعيد آخر، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن مدنيا إسرائيليا قتل بالرصاص في بلدة قلقلية بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى فتح تحقيق في الواقعة. قال مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة إنه تم رصد أكثر من 250 طفلا تبدو عليهم علامات سوء التغذية. وحذر مدير مستشفى كمال عدوان من كارثة صحية، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستحصد مزيدا من الضحايا. ووجه مدير المستشفى مطالبة للعالم بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات اغتيال الأطباء والكشف عن مصير الكوادر الطبية المحتجزة لدى قوات الاحتلال. وما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتفنن في أنواع النكبات التي ترمي بها الفلسطينيين، وكان آخرها نكبة التعليم. فقد أثبتت الإحصائيات عن استشهاد آلاف الطلاب ووقوع آلاف آخرين بين جريح ومعاق، إلى جانب التدمير الممنهج للمدارس والجامعات. وفي ظل هذا الوضع المؤسف، حرم نحو 39 ألف طالب وطالبة من التقدم لامتحانات الثانوية كنظرائهم في الدول الأخرى. ليست إبادة جماعية أو مجازر ممنهجة أو قتلا على الهوية فحسب، بل اخترعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنواعا شتى من الإبادة، منها الإبادة التعليمية عن عمد. فإن أكثر ما يقضي على أمة من جذورها هو القضاء على أحلامها، ولا يقضي على الحلم إلا اندثار التعليم واستشهاد عشرات الآلاف من المدرسين والطلبة والتربويين دفعة واحدة في شهور قليلة. وهذا بالضبط هو هدف الاحتلال الإسرائيلي من حربه على غزة. أرقام مخيفة أعلنتها وزارة التعليم الفلسطينية ومشاهد فاقت الخيال، نكأت جراحا لم تندمل وما زال نزيفها يهز أركان العالم شرقا وغربا. اليوم وفي أول أيام امتحانات الثانوية العامة، تصدرت المشهد مدارس خاوية على عروشها مهدمة، يعيش في فصولها بقايا مواطنين بلا ماء ولا كهرباء، وقد سقط طلابها ومدرسوها بين شهيد وجريح ومعاق ومشرد وجائع. فقد حرمت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 39 ألف طالب وطالبة من التقدم لامتحانات الثانوية العامة التوجيهية. منهم من حالت الأقدار دون لحاقه بركب أقرانه في الصف الدراسي، ومنهم من صعدت روحه لبارئها بوسام الشهادة. فوفقا لوزارة التعليم الفلسطينية، فإن 430 من طلبة الثانوية العامة استشهدوا في غزة، فيما استشهد في الضفة الغربية 20 آخرون خلال العام الدراسي الذي انطلق في شهر أغسطس الماضي. الوزارة
أعلنت إحصائية الدم لتجد أن ما لا يقل عن 8000 شهيد في قطاع غزة ممن هم في سن الدراسة، و350 شهيدا من المعلمين والمعلمات، إضافة إلى المفقودين وعشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين، إلى جانب 110 مدارس وجامعات تم تدميرها بشكل كلي، و321 مدرسة وجامعة تم تدميرها بشكل جزئي. وبما أن الهدف هو تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني، فإن القول بأن 630 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة تم حرمانهم من حقهم في التعليم منذ بدء العدوان هو رقم في ازدياد مستمر مع استمرار القصف الهمجي. وما زالت غزة في انتظار إشعار آخر تعود من خلاله لممارسة حياة طبيعية يستحقها الشعب الفلسطيني الصامد صاحب الأرض. تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليها الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لننقل لكم الصورة من مدينتي العريش ورفح المصرية. نتحدث عن إدخال المساعدات الإغاثية المختلفة إلى الأشقاء في قطاع غزة، ولكن خلال الأيام الأخيرة منها أمس واليوم لم تدخل أي من الشاحنات الإغاثية المختلفة. بالأمس كان الجمعة وعرقلت قوات الاحتلال دخول هذه المساعدات الإغاثية عن طريق معبر كرم أبو سالم بسبب القصف المستمر بجانب كرم أبو سالم بشكل عام، وعدد من الحجج المختلفة التي تتحجج بها قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات الإغاثية. بالطبع هذه المساعدات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية بالطبع تؤثر بشكل مباشر على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، فعاد مرة أخرى شمال قطاع غزة إلى يعني حافة المجاعة حسب الأونروا وحسب أيضا اليونيسيف واليونسكو، وأيضا يعني عدد كبير من الأطفال قربوا على يعني الموت أو الاستشهاد بسبب المجاعة. نتحدث عن استمرار أيضا للقصف المستمر على رفح الفلسطينية، وأيضا استهداف الأماكن يعني المجاورة للمستشفيات مما منع دخول المستلزمات الطبية إلى المستشفيات، وخرجت أكثر من 80 و85% من هذه المستشفيات عن الخدمة تماما. اليوم أيضا هو يوم السبت وقوات الاحتلال هي إجازة رسمية في الناحية الأخرى، لذلك تمنع دخول المساعدات على الإطلاق وتمنع دخول المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية وحتى شاحنات البترول التي مفترض أن تدخل للمستشفيات المختلفة تمنع دخولها إلى الناحية الأخرى. كل هذا لا يمنع من استمرار وجود هذه الشاحنات متوقفة في العريش ورفح ومستعدة للدخول إلى الناحية الأخرى لتخفيف يعني عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة هذه الإبادة الجماعية التي تحدث بحقهم. هنا من الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى. أعلن الدفاع المدني اللبناني في شرق لبنان مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في منطقة البقاع الغربي. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتين استهدفتا بلدة رمية وخلة وردة غرب عيت الشعب، مشيرة إلى تعرض المنطقة الواقعة ما بين بلدتي الظهيرة وعلم الشعب لقصف فسفوري.
حذر رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف هيثم أبو سعيد حذر من خطورة توسيع الحرب بين إسرائيل وجنوب لبنان، وأكد المسؤول الأممي أن هذه الحرب ستكون هي الأشرس والأكثر دراوة وستدخل فيها معطيات متعددة الأطراف ولن يكون من السهل إيقافها، مضيفا أن ما يحدث اليوم من محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع حربه على لبنان ستجعل المنطقة أمام مشاهد جديدة من القتل والتنكيل والتشريد والتدمير. وإلى السودان، حيث أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تمسكه بخارطة لتسوية الأزمة في السودان. يأتي ذلك في وقت يشهد تعثرا في جهود التفاوض بين الأطراف المتحاربة، مما ينعكس سلبا على الأوضاع الأمنية والإنسانية لشعب السودان. مع تزايد حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وما يحمله ذلك من عوامل متعددة تعزز من حالة عدم الاستقرار في مجملها، بدأ أن الظروف باتت مواتية لتصاعد توتر المواجهات العسكرية في السودان. هجمات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فاقمت من المخاطر المترتبة عليها التي يدفع ثمنها الشعب السوداني من دماء أبنائه ومقدراته، وهو ما أجبر مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي على التدخل مجددا، إذ أعلن في بيان تمسكه بالخارطة التي اعتمدها في شهر مايو عام 2023 لحل النزاع في السودان والمكونة من 6 نقاط، داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة الأزمة في السودان. ومع تعثر جهود استئناف المفاوضات، أكد مجلس السلم والأمن دعم الاتحاد الأفريقي للشعب السوداني في تطلعه المشروع لاستعادة النظام الدستوري من خلال حكومة يقودها مدنيون، وأدان المجلس بشدة استمرار الحرب وتأثيرها السلبي على الشعب السوداني والمنطقة وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي الأطراف المتحاربة بوقف القتال بشكل فوري وإعطاء الأولوية لمصالح السودان وشعبه، موجها مفوضية الاتحاد الأفريقي بتقديم خيارات للتحقيق في الفظائع المرتكبة والمساءلة عنها، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الحالية، وحث أطراف النزاع على المشاركة الكاملة في عملية سلام موسعة وأكثر شمولا بمشاركة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في أفريقيا إيجاد والدول المجاورة بهدف ضمان تعزيز التنسيق وموائمة الجهود في السودان. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 12 صاروخا من بين 16 وإسقاط 13 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا. وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن الهجوم الروسي الذي يعد ثاني هجوم كبير خلال أيام قد استهدف منشآت للبنية التحتية الحيوية في مناطق مختلفة من البلاد.
أطلقت بولندا لفترة وجيزة تدابير حماية لمجالها الجوية، حيث أمرت بتحليق طائراتها ووضعت أنظمة دفاعات جوية على أهبة الاستعداد في أثناء شن روسيا لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا. وذكرت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية أنها تراقب الوضع بصفة مستمرة. وأوضحت القيادة أنه جرى تنشيط الطائرات البولندية والطائرات الحليفة، وشنت روسيا موجة جديدة من الضربات الصاروخية والمسيرات على أوكرانيا، مستهدفة عدة مناطق في أنحاء البلاد، من بينها منطقة ليفيف الواقعة غربي أوكرانيا والقريبة من الحدود البولندية. على الجانب الآخر، أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية أن هجوما جويا روسيا استهدف منشأة للغاز الطبيعي في غرب البلاد. وأضافت الوزارة أنها تعتزم استيراد كهرباء بوتيرة غير مسبوقة تبلغ أكثر من 33 ألف ميجاوات ساعة بعد أحدث الغارات الجوية على منظومة الطاقة في أوكرانيا. تعود البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هدفاً جديداً للآلة العسكرية الروسية حسب بيانات وزارة الطاقة في كييف. فالوزارة الأوكرانية أعلنت أن أضراراً لحقت بمنشآت الشركة الوطنية للكهرباء في منطقتي زابوريجيا جنوباً ولفيف غرباً. من جهة أخرى، قال مسؤولون عينتهم روسيا إن هجمات طائرات مسيرة أوكرانية أدت إلى تعطيل محطتين فرعيتين للكهرباء في أنرهودار، وهي البلدة التي تخدم محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا، وقطعت الكهرباء عن معظم سكانها. وكانت القوات الروسية قد استولت على المحطة في الأيام الأولى من غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، ومنذ ذلك الحين تتبادل موسكو وكييف الاتهامات من آن لآخر بتعريض سلامتها للخطر، ولا تنتج المحطة كهرباء في الوقت الحالي. هجوم هو الثامن من نوعه على منشآت كهرباء أوكرانية خلال 3 أشهر، وهو ما أدى إلى حدوث انقطاعات متكررة في خدمات التيار الكهربائي. ويقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات الروسية المكثفة دمرت نصف قدرات الطاقة الأوكرانية، ما دفعه إلى التكليف بتركيب ألواح شمسية ووحدات لتخزين الطاقة في كل مدرسة وفي كل مستشفى. وتثير الضربات المتوالية على البنى التحتية للطاقة مخاوف لدى السلطات الأوكرانية مع حدوث أزمة خطيرة خلال الشتاء القادم، لذا حثت كييف حلفائها على مساعدتها في إعادة بناء شبكة الكهرباء، وهو مشروع يتطلب استثمارات كبيرة. قالت النائبه الاولى لرئيس الوزراء ووزيره الاقتصاد الاوكرانيه يوليو سفيردينكو ان بلادها قد تلقت 85.4 مليار دولار من المساعدات الماليه الدوليه منذ بدء الحرب في فبراير 2022. واضافت سفيردينكو ان كييف تنتظر هذا الشهر وصول 1.9 مليار يورو من خلال الصندوق الموسع المخصص لمساعده اوكرانيا، معربة عن أملها في أن تتم المراجعة الرابعة للبرنامج من صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة، حيث من المتوقع بعدها تخصيص 2.2 مليار دولار إضافية. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على 12 شخصا في مناصب قيادية عليا في شركة كاسبريسك الروسية، مشيرة إلى مخاطر متعلقة بأمن الإنترنت. وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بريان نيلسون إن الإجراء الذي اتخذ ضد قيادات الشركة الروسية يؤكد الالتزام بضمان سلامة المجال السبراني الأمريكي والعمل على حمايته من التهديدات السبرانية الخبيثة. في المقابل، استنكرت الشركة الروسية الخطوة الأمريكية نافية وجود أي علاقة مع أي حكومة أو أي روابط بين المسؤولين المعنيين والسلطات العسكرية أو الاستخباراتية الروسية. أعلنت البحرية الكورية الجنوبية أن حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية 3D روزفلت قد وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، ذلك لإجراء مناورات عسكرية مشتركة هذا الشهر بالإضافة إلى اليابان. وقد اتفق زعماء الدول الثلاث في قمة كامب ديفيد في أغسطس 2023 على إجراء تدريبات عسكرية سنوية، حيث أدانوا ما وصفوه بالسلوك الخطير والعدواني للصين في بحر الصين الجنوبي الممر المائي المتنازع عليه.
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 41 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة. وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أن 32 من الطائرات تجاوزت الخط الأوسط لمضيق تايوان. انطلقت في رواندا حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف يوليو مع توقع لفوز الرئيس بول كاجامي بولاية جديدة، وتم تسجيل 9 ملايين ناخب للتصويت في الانتخابات التي تجرى للمرة الأولى بتزامن مع الانتخابات التشريعية. يواجه كاجامي نفس المنافسين في 2017، وهو زعيم حزب الخضرة الديمقراطي المعارض فرانك هاينزا والمرشح المستقل الصحفي السابق فيليب معنا، وسيشارك في الانتخابات التشريعية أكثر من 500 مرشح، وسيختار الناخبون 53 من أصل 80 نائبا. أما المقاعد 27 المتبقية في البرلمان فهي مخصصة للمرشحين المستقلين، وهم 24 امرأة ونائبان شابان وشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن باريس اتخذت قرارا بتقليص قواتها العسكرية العاملة في قارة أفريقيا وإعادة تعريف مفهوم نشر قواعد لها في الخارج عبر إنشاء قيادة عسكرية لأفريقيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الفرنسي بحلول عام 2025 سيغادر قواعده العسكرية في السنغال والجابون وكوت ديفوار وتشاد، مضيفة أن هذه القواعد ستديرها الدول المضيفة. وأكدت ليبراسيون أن عدد العسكريين الفرنسيين المنتشرين حاليا في منطقة غرب أفريقيا والساحل من المقرر أن يخفض بشكل كبير في إطار النهج الدبلوماسي العسكري الذي اختاره الرئيس إيمانويل ماكرون لتجنيب الجيش الفرنسي انسحابا متسرعا أو قسريا كما حدث في النيجر عام 2023. أعلنت السلطات الهندية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة بولاية أسام إلى 37 قتيل ومفقود واحد. وذكرت وسائل إعلام هندية أن ما يقترب من 400 ألف شخص قد تضرروا جراء الفيضانات التي تجتاح الولاية، بينما لا تزال 19 منطقة تعاني من الآثار المدمرة للفيضانات، ويعيش 15 ألف نازح في أكثر من 100 مخيم إغاثة في أنحاء الولاية جراء الفيضانات التي دمرت منازل وطرقا وجسور وبنى تحتية في مناطق مختلفة. رفعت الحكومة السويسرية مستويات التأهب وقامت بإخلاء العديد من المناطق، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بكانتون فالي جنوبي البلاد في حدوث فيضانات شديدة. وتسببت الفيضانات في عزل مدينة زيرمات الوجهة السياحية الشهيرة الواقعة بالقرب من جبل ماترهورن الشهير، كما أعلنت السلطات حالة التأهب في المناطق المحيطة بنهر الرون وروافده مع تزايد مخاطر حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك لمسؤولين صينيين في بكين، قال إن الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية ليست عقوبة. وأضاف المسؤول الألماني خلال اجتماعه مع تشينغ شانغي رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أن أي إجراء بفرض رسوم مضادة يكون مبنيا على المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي، وأن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى التعويض عن مزايا تمنحها بكين للشركات الصينية. وافق صندوق النقد الدولي على تمويل بإجمالي 935 مليون و600 ألف دولار
لصالح دعم الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة تغير المناخ في تنزانيا. وأوضح صندوق النقد أن هذا التمويل يشمل قرضا بقيمة 786.2 مليون سيصرف على مدار 23 شهرا في إطار صندوق المرونة والاستدامة، إلى جانب شريحة قرض جديد بقيمة 149.4 مليون دولار ستصرف على الفور في إطار اتفاقية التسهيلات الائتمانية الممتدة والمبرمة بين تنزانيا وصندوق النقد الدولي في يوليو 2022. قرر البنك المركزي البرازيلي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.5. وأنهى البنك بذلك سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ أغسطس من العام الماضي. البنك المركزي البرازيلي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.5%، منهيا بذلك سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ أغسطس من العام الماضي، قرار بمثابة أنباء سيئة للرئيس لولا دي سيلفا الذي كان يدفع منذ توليه السلطة من أجل خفض أعمق لأسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي. المركزي البرازيلي أشار إلى أن قراره الذي جاء بالإجماع أملته نظرة عالمية مشوبة بعدم اليقين وأخرى محلية تتسم بالمرونة في النشاط الاقتصادي، مما يرفع توقعات التضخم ويتطلب مقاربة أكثر حذرا. وكانت البرازيل التي يحفل تاريخها بالمعاناة من التضخم المفرط قد اتبعت إحدى أكثر سياسات التشدد النقدي حدة في العالم، حيث فرضت فوائد مرتفعة لتخفيف الإقراض، خاصة بعد تفشي وباء كورونا والأزمة الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار عالمياً. وبدأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البرازيلي سلسلة تخفيضات تدريجية على أسعار الفائدة منذ أغسطس الماضي، لكن لولا دي سيلفا يعتقد أن هذه الخطوة كان يجب أن تكون أكثر وضوحاً. وبعد 6 تخفيضات متتالية بنصف نقطة مئوية، تم خفض سعر الفائدة ربع نقطة ليصل إلى 10.5% في مايو، مع إشارة من البنك المركزي إلى أنه قد ينهي قريباً هذه السياسة، محذراً من ارتفاع الأسعار. ويعد سعر الفائدة القياسي في البرازيل من أعلى المعدلات في العالم. وقد ارتفع التضخم السنوي في أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية إلى 3.93% في مايو الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد فيضانات ولاية ريو غراندي دو سول التي خلفت أكثر من 170 قتيلاً وشردت نحو 600,000 شخص. وفي الربع الأول من العام الحالي نما اقتصاد البرازيل بنسبة 8%، وهو انتعاش عززه إنفاق المستهلكين الذي رأى محللون أنه قد يضع البنك المركزي في حالة تأهب بشأن التضخم. أرجعت وكالة ناسا للفضاء مجدداً عودة مركبة الفضاء ستارلاينز التابعة لشركة بوينغ من محطة الفضاء الدولية، وعلى متنها أول طاقم يستقلها من رواد الفضاء، وذلك لتنفيذ المزيد من الفحوصات التقنية. وواجهت المركبة ستارلاينز هذه المرة 5 أعطال في إجمالي 28 محرك دفع، وواجهت أيضاً تسرباً 5 مرات لغاز الهيليوم المخصص لزيادة ضغط تلك المحركات. وترغب ناسا في أن تصبح ستارلاينز ثانية مركبة أمريكية قادرة على الانطلاق برواد فضاء إلى المحطة الدولية، إلى جانب المركبة كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس والتي تستخدمها ناسا بشكل رئيسي منذ 2020. أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث أدى 721,027 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية
من رصد 5 حالات غش في امتحانات مادة اللغة العربية، بينما صارت الامتحانات بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو سير الانتخابات. ورياضيا، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتها في المغرب في 21 من ديسمبر 2025 على أن تكون المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 18 من يناير 2026. كما أعلن الاتحاد الأفريقي إقامة كأس أمم أفريقيا للسيدات بالمغرب خلال الفترة من 25 إلى 26 من يوليو 2025. كان كاف قد أعلن في وقت سابق إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية يوم 4 من يوليو المقبل في جوهانسبرغ. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. مدبول يترأس خلية أزمة الحجاج ويكلف بسحب رخص 16 شركة سياحية لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية. مع تواصل العدوان على غزة، كوبا تعلن انضمامها لدعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولي ضد إسرائيل. مجلس السلم والأمن الأفريقي يؤكد تمسكه بخارطة حل النزاع في السودان. انتهت نشرة الثالثة. شكرا طيب المتابعة وإلى اللقاء. في أمان الله.